سيد انا رجعت على لبنان، اتمنى انك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعه تسمية حزب الله الارهابي. نحييكم الى مسائيه المستقبل ونستهلها بالعناوين مع ميرنا الهند. مساء الخير في عناوين المسائيه. أريد أن أعود إلى لبنان في أسرع وقت ممكن لكي ألتقي برئيس الجمهورية اللبنانية، ولكن الجواب ليس في يدي. هولاند يؤكد من بيروت دعم فرنسا للبنان سياسيا وعسكريا واقتصاديا. شرفني دولة الرئيس سعد الحريري بحضور نواب بيروت وفعالياتها بترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت. الرئيس الحريري يتبنى ترشيح المهندس جمال عيتاني لرئاسة المجلس البلدي لبيروت. ثوار حلب يصدون هجمات متتالية للنظام، ووفد أممي يدخل دري المحاصرة للمرة الأولى منذ 4 أعوام. قد ينتخب الرئيس اللبناني خلال أيام، وهذه ليست تمنيات ولا توقعات بل حقيقة جدية. فعلى وزن اطلبوا العلم ولو في الصين، كذلك اطلبوا الرئيس ولو في البرازيل. فها هم البرازيليون يتحضرون لاستبدال رئيستهم بميشيل تامر اللبناني الأصل، في حين استقبل لبنان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بلا رئيس للجمهورية. أولاند الذي زار السرايا ومجلس النواب أعلن أن انتخاب رئيس للجمهورية هو بيد النواب الذين عليهم حل هذه الأزمة، وذكرهم بأن لبنان محاط بأزمات وحروب ويريد أن يعيش موحدا آمنا. وفي مقابل تعطيل انتخابات الرئاسة من قبل حزب الله ومعه النائب ميشيل عون، فأن الرئيس سعد الحريري أعلن من بيت الوسط تبنيه ترشيح المهندس جمال عيتاني لرئاسة بلدية بيروت، في تأكيد إضافي أن الانتخابات ستجري في مواعيدها. إذن أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من بيروت أن رسالته عبر هذه الزيارة بسيطة للغاية، وهي التأكيد أن فرنسا تقف إلى جانب لبنان وستحرص على تعزيز الأمن فيه من خلال التعاون العسكري، وهي كذلك إلى جانبه على الصعيد الاقتصادي. هولاند تمنى أن يعود إلى لبنان بأسرع وقت ليلتقي رئيس الجمهورية. تقرير شرب العبود. من البرلمان اللبناني استهل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند زيارته لبيروت التي غاب عنها الاستقبال الرسمي بمطار رفيق الحريري الدولي بسبب الفراغ في رئاسة الجمهورية. ثلة من شرطة المجلس أدت التحية للضيف الفرنسي في ساحة النجمة، حيث كان باستقباله رئيس المجلس نبيه بري، ليعقد بعد ذلك اجتماع بين أولاند وبري بحضور نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ونائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ومحمود بري. تلاه اجتماع موسع حضره أعضاء الوفد الفرنسي المرافق وأعضاء هيئة مكتب المجلس. بري استهل كلمته بعد اللقاء بالقول: كنا نتمنى أن يكون هناك مثل هذا الاستقبال أو أهم منه في القصر الجمهوري بوجود رئيس جمهورية للبنان. وأضاف: كنا نتمنى أن يكون هناك رئيس جمهورية ليستقبل كبيرا آت من فرنسا إلى لبنان ليتفقدنا ويراعي مشاكلنا ويساعد على حلها. كانت جولة من المحادثات تناولت مواضيع عديدة بما فيها الهبة للجيش اللبناني، وأيضا تكلمنا فيما يتعلق بموضوع الحدود البحرية والاعتداءات الإسرائيلية، كذلك صار الكلام عن موضوع اللاجئين ومحاولة الحل السياسي كي نستطيع أن نخفف من الأعباء التي يرزح تحتها لبنان، إضافة للمواضيع الخاضعة في المنطقة من المواضيع اللي تتعلق باليمن، من المواضيع اللي تتعلق في سوريا، من المواضيع اللي تتعلق في العراق، في ليبيا، إلى آخر ما هنالك من مشاكل ومن حروب ومن فتن، وخاصة ركزنا أيضا على موضوع الإرهاب. من ناحيته استذكر أولاند زيارته الأولى للبنان في العام 2012، والتي كانت في ظروف صعبة بسبب اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لواء وسام الحسن. وأكد الرئيس الفرنسي وقوف بلاده إلى جانب لبنان.
وأخيرا لقد تحدثت عن ذلك دولة الرئيس. أريد أن أعود إلى لبنان في أسرع وقت ممكن لكي ألتقي برئيس الجمهورية اللبنانية، ولكن الجواب ليس في يدي، الجواب معكم، الجواب مع البرلمانيين اللبنانيين، وأنتم تمرون بمرحلة حاسمة فعلا، لأنه عليكم أن تحلوا هذه الأزمة وعليكم أن تنتخبوا رئيسا للجمهورية اللبنانية، فهذا سيعتبر بمثابة مؤشر وأيضا سيشير إلى ما يمكنكم القيام به على الرغم من صعوبة المشاكل التي تعرفها المنطقة. ثم زار بري وأولاند كنيسة القديس جورجيوس والجامع العمري في محيط المجلس، لينتقل أولاند بعد ذلك إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. وقد تمنينا على سيادة الرئيس أن تستأنف فرنسا بما تملكه من وجد وصداقات مع جميع الفرقاء، الجهود التي سبق أن بدأتها من أجل الدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب الآجال. وقد أكد لنا الرئيس أولاند حرصه على أمن لبنان وأهمية حفظ الاستقرار فيه وتجنيبه تداعيات الحرب الدائرة في سوريا. وكان لنا نقاش معمق حول ملف النزوح السوري وتبعاته وما يمكن أن تقوم به فرنسا مباشرة وفي المحافل الدولية من أجل مساعدة لبنان في تحمل هذا العبء، كما كانت مناسبة لاستعراض الجهود الدبلوماسية والسياسية المبذولة لحل الأزمة في سوريا. أما أولاند فأعلن أن المساعدة الفرنسية للاجئين السوريين في لبنان ستصل إلى 50 مليون يورو هذه السنة و100 مليون يورو في السنوات الثلاث المقبلة. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault réunira le groupe international de soutien au Liban pour que nous puissions fédérer toutes les bonnes volontés, toutes les initiatives, tous les dons pour le Liban. Ensuite, la France est attachée à la sécurité du Liban. Parce que d'une certaine façon, et je le répète pour d'autres régions du monde, et surtout pour celle-là, la sécurité du Liban, la paix au Moyen-Orient, c'est la sécurité de la France. Et c'est la paix dans le monde. Alors, nous ferons en sorte, et c'est le sens de la présence ici de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, d'apporter une aide immédiate pour renforcer les capacités militaires du Liban, notamment pour lutter contre le terrorisme, mais aussi pour faire face à toute menace. Dès les prochains jours, زيارة أولاند تستمر حتى مساء الأحد، حيث من المقرر أن ينتقل بعد ذلك إلى العاصمة المصرية. كما اللبنانيين ينتظر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند نهاية لأزمة الفراغ الرئاسي، خصوصا وأن الأخطار التي تتهدد لبنان كثيرة داخل الحدود وخارجها. من مجلس النواب شرب العبود، تلفزيون المستقبل. إذن تبنى الرئيس سعد الحريري ترشيح المهندس جمال عيتاني لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت، ولفت عيتاني إلى أن الاتصالات جارية مع مختلف الأطراف لتشكيل لائحة المرشحين لعضوية المجلس البلدي. التقرير لربيع شنطف. أعلن الرئيس سعد الحريري تبني ترشيح المهندس جمال عيتاني لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت، وذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا في بيت الوسط ضم الوزراء نهاد المشنوق وميشيل فرعون ونبيل دوفريج ونواب بيروت عماد الحوت، نديم الجميل، جون غسابيان، سيرج تورسالكسيان، عمار حوري، باسم الشاب، محمد قباني، عاطف مجدلاني، سيبو كالباكيان، هاني قبيسي، بالإضافة إلى النائب السابق محمد الأمين عيتاني ومنسق بيروت في تيار المستقبل المهندس بشير عيتاني وعدد من الشخصيات والفعاليات البيروتية. المرشح عيتاني ألقى كلمة بعد اللقاء شكر فيها الرئيس الحريري على ثقته وقال: نريد أن نستعيد مع الرئيس الحريري الزمن الذي كان فيه الجميع يرغبون بزيارة بيروت والاستثمار والعلم والطبابة فيها، ونريد أن نعيد المجد لعاصمة لبنان. شرفني دولة الرئيس سعد الحريري بحضور نواب بيروت وفعالياتها
بترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت. فخر كبير إلي أني انطلق من هالبيت يلي بيحمل إرث باني بيروت الحديثة، والشخصية اللي حبت بيروت وضحت من أجل حتى الاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله. ما في أوصف مدى سعادتي وفرحتي أني أقدر رد جميل بيروت وأهلها علي. بتمنى الأيام الجاية إذا أعطوني أهل بيروت صوتهم إن شاء الله نقدر نرجع مدينتنا ست الدنيا بيروت، والمكان اللي بيجمع اللبنانيين كلهم وبيحسسهم بالفخر والانتماء لأحدى أعرق مدن العالم. مثل ما بتعرفوا الاتصالات بعدها جارية مع كل القوى والأفرقاء لتشكيل لائحة المرشحين للمجلس البلدي، واللي بنتمنى أكيد أن تكون فريق عمل متكامل ومتجانس. بدنا سيدات وبدنا شباب يعبروا عن تطلعات البيروتيين للعمل إيد وحدة في سبيل النهوض بالعاصمة. فور اكتمال اللائحة إن شاء الله رح نعلنها مع برنامج عمل وخطة كاملة للمرحلة المقبلة. بعد ذلك توجه المرشح عيتاني إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث قرأ الفاتحة عن روحه وأرواح رفاق الشهداء الأبرار. تجدر الإشارة لأن المرشح جمال عبد الرحيم عيتاني قد ولد في بيروت عام 1960 وأنهى دراسته الابتدائية بمدارس المقاصد الإسلامية، ثم انتقل لينهي دراسته الثانوية في مدرسة الانترناشنال كوليدج في رأس بيروت، كما حاز على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأمريكية، وتابع دراساته العليا حيث نال شهادة ماجستير في الهندسة المدنية من جامعة بنسلفانيا في أمريكا. اختار الرئيس الشهيد رفيق الحريري جمال عيتاني ليترأس مجلس الإنماء والأعمار، وقد أنجز عددا كبيرا من المشاريع في لبنان، كما يشغل منصب مدير شركة سوليدير. المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى دعا إلى حسم انتخاب رئيس للجمهورية وأن يكون الاستحقاق الرئاسي بتوافق وطني، وأعرب عن ارتياحه لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها. عقد المجلس الشرعي اجتماعه الدوري في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وبحث في الأوضاع الإسلامية والوطنية. المجلس توقف أمام ذكرى الحرب الأهلية المؤلمة داعيا اللبنانيين إلى تعزيز وحدتهم الوطنية للنهوض بمؤسسات الدولة والتمسك بالدستور والصيغة السياسية القائمة بالمحافظة على اتفاق الطائف والسلم الأهلي. دعا المجلس الشرعي إلى حسم انتخاب رئيس للجمهورية وأن يكون الاستحقاق الرئاسي بتوافق وطني، لأن الاستمرار في التأجيل ينعكس سلبا على الوطن والمواطنين في شتى المجالات. أعرب المجلس الشرعي عن ارتياحه لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرر في المحافظات اللبنانية كافة. المجلس تمنى أن تكون المجالس البلدية الجديدة مراكب للنمو والتطور. النائب بهية الحريري أشادت بالتجربة الناجحة لبلدية صيدا الحالية داعية إلى تكاتف جميع أبناء المدينة للاستمرار بتطويرها وإنمائها. ضمن لقاءاتها التشاورية في أحياء صيدا حول الاستحقاق البلدي، عقدت النائب بهية الحريري لقاء شعبيا في منطقة الصحابي شرحبيل بن حسن شمالي صيدا، حيث استمعت إلى أبناء المنطقة والمشكلات التي يعانونها على الصعد الحياتية والخدماتية. وفي معرض حديثها عن إنجازات بلدية صيدا برئاسة محمد السعودي، أشارت الحريري إلى أن البلدية الحالية هي أول بلدية تنجز استراتيجية إنمائية حقيقية مبنية على قواعد علمية، فيما أكدت حرصها على إبقاء دور البلدية إنمائيا، كما شددت في هذا الإطار على ضرورة تكاتف أيدي الجميع في المدينة من خلال خبرات كبارها وطاقات شبابها. كما أكدت الحريري على أن صيدا تتمسك بمشروع الدولة وحدها دون غيرها، وتعمل كي تكون نموذجية بإنمائها وبيئتها، كما هي نموذجية بموقعها ودورها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومدينة للاعتدال والعلم والانفتاح والثقافة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يدعو محور الممانعة والمقاومة إلى العودة إلى لبنان وفك الحصار عن الانتخابات الرئاسية.
دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع محور الممانعة والمقاومة إلى الانسحاب من حروب المنطقة والعودة إلى لبنان، مشيرا إلى أن إنجازات هذا المحور هي فكفكة أكثرية دول المنطقة، تعطيل انتخابات الرئاسة في لبنان، تدهور اقتصادي كبير وقلق أمني أكبر وعزلة عربية شبه كاملة. كلام جعجع جاء خلال أحياء مصلحة الطلاب في القوات ليوم الطالب باحتفال في معراض تحت عنوان نقاوم لغد أفضل. مطلوب الانسحاب من كل حروب المنطقة والعودة للبنان، والمطلوب جمع كل السلاح عند الجيش اللبناني، والمطلوب فك الحصار عن انتخابات الرئاسة، والمطلوب تطبيق الدستور والقوانين. المطلوب نحط جهودنا كلنا سوا تتقوم دولة فعلية بلبنان. وتطرق جعجع إلى المصالحة القواتية العونية واعتبرها إنجازا تاريخيا، وعن الحكم الصادر بحق المجرم ميشيل سماحة أشار إلى أنه لم يفرح به واعتبره جائزة طردية بعد كل الضجة التي أثارها الحكم الأول المسخرة. وفي ملف الانتخابات البلدية دعا جعجع إلى المشاركة فيها ليس من أجل الوجاهة بل لاختيار الأفضل والأنشط والأنظف كائنا من كان. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية دينا بدوي قالت إن إصدار وزارة الخزانة اللوائح بأسماء الأشخاص والمؤسسات التي سيتم فرض عقوبات عليها لعلاقتها بحزب الله اللبناني لن يؤثر سلبا على سلامة وأمن النظام المالي اللبناني، معتبرة أن القانون المعني بتلك العقوبات يعطي الحكومة سلطات لفرض عقوبات إضافية على التنظيم والمؤسسات التي تدعمه. كرمت هيئة أوجيرو فريق مكافحة محطات الإنترنت غير الشرعية وشددت على أن أسباب الحملات ضدها سياسية وشخصية، مطالبة بإعلان نتائج التحقيقات في المداهمات. من لديه أي شكوك أو مستندات أو معطيات ضد هيئة أوجيرو رئيسا وإدارة ومستخدمين بإمكانه التوجه إلى القضاء، لأن رمي الاتهامات جزافا لم يعد مسموحا به. هكذا كان رد نقابة عمال ومستخدمي قطاع الاتصالات وهيئة أوجيرو خلال احتفال خطابي لها في بئر حسن كرمت فيه 9 مستخدمين إداريين وفنيين ممن كانوا تعرضوا لاعتداءات في أثناء قيامهم واجبهم الوظيفي في مكافحة التخابر غير الشرعي. الهيئة وتعليقا على عملية المداهمة التي حصلت لشركة TH Global Vision لصاحبها توفيق حيسو في منطقة بربور، نفت كل ما ورد في الإعلام عن العلاقة بين حيسو والمدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف. إذا في مستندات أنا عم بدي برجع بقول الجهاز الأمني اللي كشف على المستندات يظهرها أو ينفيها، ما بقى تتحمل وضع أكثر من هيك. من جهته أشار رئيس نقابة أوجيرو إلى أن الهيئة تتعرض إلى حملة إعلامية لأسباب إما سياسية بحتة وإما شخصية ومالية منفعية ليس إلا، لافتا إلى أنها تجرأت وتقدمت بدعوى اعتداء على الأملاك العامة وطلبت دفع الفواتير المستحقة، ومن ثم تجرأت وطالبت بتطبيق القوانين وأوقفت أعمال القرصنة. نؤمن إيمانا كبيرا بالقضاء اللبناني، القاصي والداني يعلم ذلك أننا نتصرف وفق القانون، حتى كبار القوم بقرارة نفسهم بيعرفوا أنه نحن عم نتصرف وفق القانون. فساد هو عمل دؤوب، أنا بعتقد اللجنة النيابية للاتصالات بدأت هذا العمل، بدنا نشجعها للتابع بهذا الأمر. وفي ختام الحفل تسلم الموظفون 9 الدروع التقديرية. بعد الفاصل، الصدر يمهل البرلمان العراقي 3 أيام للتصويت على حكومة تكنوقراط. واتفاق على رفع الحصار عن تعز وتثبيت الهدنة فيها. المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. أولاند يؤكد من بيروت دعم فرنسا للبنان سياسيا وعسكريا واقتصاديا. ورئيس الحريري يتبنى ترشيح المهندس جمال عيتاني لرئاسة المجلس البلدي لبيروت. جعجع يدعو محور الممانعة والمقاومة إلى العودة إلى لبنان وفك الحصار عن الانتخابات الرئاسية. على وقع القصف الهمجي والمواجهات الضارية في أكثر من محافظة سورية أبرزها حلب، دخل وفد من الأمم المتحدة إلى مدينة دارية بريف دمشق لأول مرة، ذلك بهدف معاينة الواقع الإنساني في المدينة المحاصرة من قبل النظام منذ 4 سنوات والتي
تعاني انعداما تاما في المواد الطبية والغذائية. انشغال المعارضة السورية بتعزيز مواقعها في حلب من خلال استقدام حشود عسكرية من حماة وإدلب بهدف مواجهة قوات النظام التي تعد لهجوم واسع على المدينة لم يمنعها من صد محاولة قوات النظام التقدم على جبهتي حندرات والملاح. وأفاد ناشطون أن كتائب الأسد والميليشيات التابعة لها انسحبت من محيط بلدة خناصر الاستراتيجية وعملت على تسليم بعض القرى إلى تنظيم داعش بعد التقدم الأخير لفصائل المعارضة في حلب. كذلك جددت قوات النظام قصفها لبلدات العيس وخان تومان في حلب، كما استهدفت مخيم خرماش بمدينة خان شيخون وبلدة التمانعة بريف إدلب، وقصفت بلدة كفرنبودة بريف حما. النظام جدد إلقاء البراميل المتفجرة على قرية تير معلة في ريف حمص الشمالي، كما قصف مدينة دوما في ريف دمشق، بينما تتواصل المعارك بين النظام وداعش في بادية الضمير عند أطراف القلمون الشرقي وبين النظام والفصائل المقاتلة في محور التلول الحمر في ريف القنيطرة. من جهة أخرى سجل دخول وفد من الأمم المتحدة إلى مدينة دارية في ريف دمشق لأول مرة، وذلك بعد سماح كتائب الأسد له بالدخول. ويهدف الوفد الأممي من الزيارة إلى معاينة الواقع الإنساني في المدينة المحاصرة من قبل النظام منذ 4 سنوات والتي تنعدم فيها المواد الطبية والغذائية. أما شبكة شام السورية المعارضة فأوضحت أن وفد الأمم المتحدة سمح له بدخول دارية ولكن من دون إدخال أي مساعدات رغم كل المطالبات والمناشدات الداخلية والخارجية. نفى وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف المعلومات التي حاول النظام تسريبها، ومفادها بأن الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا عرض بقاء بشار الأسد في السلطة مع تعيين 3 نواب له من المعارضة بصلاحيات كاملة. رغم كل العراقيل التي يحاول وضعها النظام السوري في طريق عملية السلام، تتواصل الجولة الحالية من محادثات جنيف 3 برعاية الموفد الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. في هذا الوقت نفى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية سالم المسلط أن يكون دي ميستورا قد نقل لهم عرضا ينص على بقاء رئيس النظام بشار الأسد في السلطة لقاء تعيين 3 شخصيات من المعارضة كنواب له بصلاحيات كاملة. وفي تصريح لوكالة الأناضول قال المسلط إن من أوصل هذا الخبر المفبرك إلى وسائل الإعلام لا شك يتعمد الإساءة إلى الشعب السوري وإلى ممثليها الحقيقيين، مشددا على أن المعارضة لم ولن تطرح في حديثها عن هيئة الحكم الانتقالي أي دور للأسد، لأن وجوده غير مقبول في أي مرحلة تتعلق بمستقبل سوريا. كذلك لا يمكن قبول رموز أركانه الذين اقترفوا الجرائم بحق الشعب السوري. المسلط أوضح أن ما يشغل المعارضة حاليا أكثر من أي أمر آخر هو التصعيد اليومي والإجرام والقتل الذي يرتكبه النظام بحق الشعب، إضافة إلى جريمة الحصار والتجويع والمعتقلين. وكان رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف أسعد الزعبي قال في ختام محادثات الجمعة إن نظام بشار الأسد يبعث رسالة قوية مفادها بأنه لا يريد التفاوض للتوصل لاتفاق سلام، وأنه يسعى لحل عسكري بعد شن هجوم على حلب. وأضاف الزعبي أن التعديلات التي قدمها النظام لدي ميستورا بشأن المبادئ الأساسية التي طرحت في الجولة السابقة من المحادثات تظهر أنه ليس جادا بشأن الحل السياسي وأنه منفصل عن الواقع. في جديد الأزمة السياسية المتصاعدة في العراق ألغيت جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم، فيما أمهل زعيم التيار الصدري الرئاسات الثلاث في العراق 72 ساعة لتقديم حكومة تكنوقراط وطرحها للتصويت. تستمر الأزمة السياسية التي يشهدها العراق بسبب الخلافات الحادة على قانونية جلسة الخميس الماضي التي تمكن عشرات النواب من عقدها والتصويت فيها على إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، وفيما كان مقررا أن تعقد جلسة برلمانية لمناقشة تشكيلة جديدة للحكومة اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي. رفض الجبوري وجود مجلسين للنواب في العراق داعيا كافة الكتل السياسية إلى إدامة الحوار خلال الأيام المقبلة والتوصل إلى حلول تخرج البلاد
من هذا الاختناق. وذكر الجبوري أنه عند خروج العراق من الأزمة سيكون هناك برلمان عراقي واحد يمثل السلطة التشريعية والدستورية في البلاد، ولن نسمح لأعداء العراق باختطاف الإجماع الوطني من خلال زعزعة الثقة بين الفعاليات السياسية والشعبية ومحاولة البحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية التي تضر بالبلاد. من جهته أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئاسات الثلاث في العراق 72 ساعة لتقديم حكومة تكنوقراط وطرحها للتصويت مع الإبقاء على اعتصام النواب داخل قبة البرلمان. كما طالب الصدر رئيس الوزراء العراقي بإعطاء مدة زمنية محددة لتصحيح مسار باقي العملية السياسية كالدرجات الخاصة والهيئات على ألا تزيد المدة عن 45 يوما. وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم دعا ليلة الجمعة في كلمة متلفزة وجهها إلى العراقيين، دعا إلى إجراء إصلاحات حقيقية وشاملة، معتبرا أن تنفيذ هذه الإصلاحات وفق برنامج مدروس مع الاحتكام إلى الدستور كفيل بإنهاء الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد. أعلنت وزارة داخلية البحرين مقتل شرطي وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء عمل إرهابي تمثل بإلقاء قنابل حارقة على دورية أمنية أثناء أدائها للواجب في قرية كرباباد. وأضافت الداخلية عبر حسابها على موقع تويتر أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها في هذا الهجوم. اتفقت القوات الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي على وقف إطلاق النار في محافظة تعز ومحيطها رفع الحصار بالكامل عن المدينة. تطور لافت طرأ على الساحة اليمنية قد ينعكس إيجابا على فعالية الحوار الوطني المرتقب في الكويت يوم الاثنين المقبل، فقد أعلنت اللجنة المحلية المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار في محافظة تعز أنها اتفقت مع ممثلين عن القوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح على البدء بتثبيت الهدنة في المحافظة ورفع الحصار عنها بالكامل. ونص الاتفاق على فتح الطريقين الرئيسين الرابطين بين تعز وصنعاء من جهة الشرق وتعز والحديدة من جهة الغرب وشارع جمال الرابط بينهما وسط المدينة، على أن يتبادل الطرفان أسماء المعتقلين لديهما تمهيدا لتنفيذ عملية الإفراج عنهم. وبعيد هذا الإعلان اخترقت ميليشيات الحوثي اتفاق تعز وهاجمت مقر اللواء 35 وغيرها من المواقع في المحافظة. كل ذلك يأتي قبل يومين من انطلاق محادثات السلام بين أطراف النزاع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في الكويت. وكان الموفد الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن في نيويورك أن اليمن أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق السلام، مجددا دعوة الأطراف اليمنية لحدود محادثات الكويت. وأضاف الموفد الأممي أن مصير الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح سيحدده اليمنيون أنفسهم في مرحلة ما بعد تحقيق السلام في البلاد. عقد وزير الخارجية الفرنسية جان مارك أرلوت والألمانية فرانك فالتر شتاينماير اجتماعا في العاصمة الليبية طرابلس مع أعضاء حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. واعتبر الوزيران أن السرطان الأكبر هو تنظيم داعش الإرهابي، وطالبا جميع الليبيين بالتوحد خلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ودعم الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية. قتل 12 عاملا وجرح 11 في حريق التهم أحد مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. غادر البابا فرانسيس جزيرة ليسبوس اليونانية مصطحبا معه إلى الفاتيكان ثلاث عائلات لاجئة من سوريا، وذلك بعدما تفقد المهاجرين المنتشرين في الجزيرة. أمال كثيرة علقها اللاجئون على زيارة البابا فرانسيس لهم في جزيرة ليسبوس اليونانية، وهي واحدة من البؤر الساخنة في أزمة الهجرة إلى أوروبا. بالزغاريد استقبلته هذه السيدة الإزدية الهاربة من إرهاب تنظيم داعش بحثا عن مستقبل آمن، وهؤلاء الأطفال قرروا الاحتفال به على طريقتهم. البابا هو أملنا، أنقذوا الإزديين من المذابح، هذه وغيرها من الشعارات رفعها اللاجئون الذين استقبلوا البابا إلى جانب عبارات الترحيب بالحبر الأعظم الذي صافحهم واستمع إلى مخاوفهم قبل أن يتناول طعام الغداء معهم. الشعب السوري متشكركم، نحن بدنا المساعدة، نحن ما بدنا نرجع على سوريا.
أنتم لستم وحدكم، لا تفقدوا الأمل. هكذا خاطب البابا اللاجئين اليائسين والمهددين بالترحيل إلى تركيا تنفيذا للاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. يجب إيجاد حل لأزمة اللاجئين لأنها تؤثر سلبا على العالم كله، ولا بد من التعامل مع المهاجرين بطريقة تليق بكرامتنا الإنسانية المشتركة. وخلال الزيارة أعلنت الحكومة اليونانية أن البابا سيصطحب معه 3 عائلات لاجئة اختيرت بالقرعة من بين الذين وصلوا إلى اليونان قبل توقيع الاتفاق التركي الأوروبي، في إشارة إلى دعمه برنامج توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية. وكان البابا فرانسيس وصل صباحا إلى اليونان، حيث كان في استقباله رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس وعدد من رجال الدين والمسؤولين الحكوميين. زيارتكم فرصة تاريخية للتأكيد على ضرورة وقف الحرب ومنح هؤلاء النازحين طرقا شرعية لتحقيق أحلامهم. الشعب اليوناني ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة أظهر تضامنا مع اللاجئين في وقت شيد فيه بعض شركائنا الأوروبيين الحواجز والجدران في وجه هؤلاء التعاسة. وقال البابا لوسائل الإعلام خلال توجهه إلى اليونان أنها رحلة يشوبها الحزن، حيث سنواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. هذا الفصل تتابعون. واحة أمل معرض صور لأطفال المصابين بالسرطان. وفي الرياضة الأنصار يشعل المنافسة على اللقب بفوزه على الصفاء وتعادل الراسينج والغزي. شكر أمين عام حزب الطشناق النائب أجوب بقلدونيان رئيس الحكومة تمام سلام على الموقف الذي اتخذه لبنان في القمة الإسلامية التي انعقدت في اسطنبول. أثنى بقلدونيان في اتصال هاتفي مع سلام على تحفظ لبنان على الفقرة التي تتعلق بالنزاع بين أذربيجان وأرمينيا، مشيرا إلى أن هذا الموقف لقي أصداء مرحبة وإيجابية ليس فقط في لبنان بل في أرمينيا وقراباغ ودول الانتشار الأرمني. بدوره شدد سلام على أن هذا الموقف نابع عن قناعة ومبدأ لتطبيق وإحقاق العدالة ولا يراعي مصالح سياسية معينة. بعد أن توافرت معلومات لقسم المباحث الجنائية العامة في وحدة الشرطة القضائية حول استخدام فتيات لخدمة الزبائن داخل بعض محلات الفيديو بوكر تسهيلا لممارسة الدعارة معهن خارجها وذلك ضمن محافظة جبل لبنان ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، قامت قوة من القسم المذكور بمداهمة حوالي 18 محلا في مناطق دبي جوني أنطليس وبرج حمود، وتمكنت من توقيف 17 فتاة من جنسيات مختلفة لعدم حيازتهن أوراقا ثبوتية والإقامة غير المشروعة، إضافة إلى 3 أشخاص بجرم تعاطي مخدرات وشخصين بجرم حيازة أسلحة غير مرخصة. أكد بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنه بناء لاتصال ورد على الخط الساخن 1744 من منظمة كفة عنف واستغلال حول تعرض المدعوة فاشين مواليد العام 95 سورية الجنسية للاحتجاز والضرب والإيذاء والتهديد بالقتل من قبل زوجها، وذلك في محلة الأوزاعي، ثم أرفق الإخبار بشكوى تقدمت بها والدة الضحية. على الفور وبناء لإشارة القضاء المختص توجهت قوة من مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية إلى مكان تواجدها وتمكنت من توقيفه وتحرير الزوجة وتسليمها إلى منظمة كفة ونقل الموقوف إلى المستشفى للمعالجة. افتتاح مركز وادي التيم للتصوير النووي برعاية النائب وليد جنبلاط، وقد أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أنه سيكون متنفسا لأبناء المنطقة وسيتم تجهيزه بمعدات إضافية. برعاية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ممثلا بنجله تيمور وبحضور وزير الصحة وائل أبو فاعور، تم افتتاح مركز وادي التيم للتصوير النووي باتسكان ووضع حجر الأساس لإضافة بناء جديد لمستشفى رشيد الحكومي، وذلك خلال احتفال جرى بحضور عدد من النواب وفعاليات المنطقة. أبو فاعور أكد أن المركز سيكون متنفسا لأبناء البقاع، قائلا أنه بفضل آل جنبلاط يتحقق الإنماء ويشعر أهالي المنطقة بأنهم ليسوا يتامى ومتروكين بل إنهم أبناء هذا الوطن والدولة، وإن كانت الأخيرة تمشي كالبطة العرجاء على ساق واحدة. اليوم في رشية فيه من المحبة ولكن ليس فيه من المحاباة، فيه من المسؤولية ولكن ليس فيه من التحيز، لا لشيء إلا لأن وصية وليد جنبلاط كانت أن نبدأ من المناطق المحرومة والمحتاجة
فكان أن بدأت جهود وزارة الصحة من المنيا ولتفعيل عمل الحكومة أكثر وإطلاق ورشة إصلاح حقيقية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين بدءا بشبكات الإنترنت غير الشرعي وبؤر الفساد في الاتصالات وفي بعض مرافق الدولة الأساسية. كما زار تيمور جنبلاط وأبو فعور مركز ذوي الاحتياجات الخاصة جمعية حرمون للمعوقين في رشية ومركز الشؤون الاجتماعية ودار المسنين. مزارعو الأبقار في عكار ألقوا إنتاجهم ولوحوا بالتصعيد احتجاجا على السياسة المتبعة بشأن قطاع المواشي وإنتاج الحليب. من حقنا أن نعيش بكرامة كمزارعين ومن واجب الحكومة تأمين هذا الحق، صرخة أطلقها مزارعو الأبقار في عكار خلال اعتصام رمزي في ساحة حلبة احتجاجا على السياسة الرسمية المتبعة بشأن قطاع المواشي وإنتاج الحليب والتمييز بين المناطق. المزارعون رفعوا لافتات تطالب بتصريف الإنتاج عبر اتفاقيات التبادل التجاري، منتقدين ما يحصل في القطاع من فوضى وغياب الحماية ومواجهة المنافسة. وقام عدد من المزارعين برمي كميات من الحليب في ساحة حلبة وسط هتافات التنديد بكل ما يحصل في القطاع الزراعي والحيواني. يا معالي الوزير، احرقتنا، بيعتنا رزقنا، ما عنا شيء ناكله. كيلو حليب البودره، كيلو حليب الجبنه بده 5 كيلو حقه 5000، عم بيجي من برا ب 3000. عم بيجي من الوزير عم بيعطي اجازات. المزارعون اكدوا انهم ماضون في تحركهم لتحقيق مطالبهم. معرض الصور الذي ينظمه مركز سرطان الأطفال مستمر وتمنيات بأن يحث هذا العمل الفني الأطفال على التغلب على مرضهم بأسلوب إيجابي. الأطفال الذين يعانون من السرطان في لبنان سنحت لهم الفرصة أن يركزوا على أحلامهم من خلال معرض فوتوغرافي يضم صورا بعدسات ممن عولجوا أو يعالجون في مركز سرطان الأطفال. ويضم المعرض الذي حمل عنوان واحة أمل نتاج جلسات تصوير علاجية ل 22 طفلا أشرف عليها 8 مصورين محترفين، عبر خلالها المصورون الصغار عن كل ما مدهم بالقوة للتغلب على المرض. كنا مبسوطين كتير، بعدين رحنا بالأي بي صورنا لبسينات. أول شيء ما كنت أقدر أقرب على لبسينات، بعدين هلأ صرت أقدر أقرب على لبسينات وأعمل كل شيء وصورون، أعرف كيف صورون. صورت مامي، كنا بالبلاي إيريا عم نلعب، وكمان رحنا على البيت صورت أختي والعائلة. هالصور مأخوذة بعدسات أطفالنا وبتعكس الأمور وأحلامهم وأمالهم اللي من خلالها استمدوا القوة منا ليكونوا عم بيتغلبوا على مرض السرطان. تجربة كتير حلوة، بس شفت إنه الأولاد كيف عم يتفاعلوا مع الكاميرا، كيف عم يتفاعلوا مع التصوير. إشارة إلى أن واحة أمل معرض متنقل سيجوب مناطق عدة من لبنان بهدف منح الأطفال المرضى فسحة من الوقت لتعلم مهارة جديدة بعيدا عن عقاقير علاج المرض الخطير. ميرنا للأسف بتغادرينا، وينضم إلينا بعد قليل زميلنا صبحي قبلاوي بالنشرة الرياضية. مساء الخير مشاهدينا، نشرة الأخبار الرياضية منبلشها من الأخبار بالرياضة المحلية والدوري اللبناني للفوتبول المرحلة 18، حيث حقق الأنصار فوز مهم جدا على حساب المتصدر نادي الصفا وفاز عليه 1-0 بالمباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب أمين عبد النور بحمدون، وسجل اللاعب الأنصار محمد السباعي هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 54 من تسديده من خارج منطقة الجزاء. والخسارة هي الأولى للصفا هالموسم، ولكن أجد بالوقت القاتل من عمر الدوري، وبفوز الأنصار اليوم أصبح العهد أمام فرصة لا تقليص الفارق مع الصفا إلى نقطة واحدة. وبمباراة تانية تعادل الرسينج والشباب الغزية 1-1 على ملعب بلدية برج حمود. محليا كمان استقبلت النائب بهية الحريري بمجد اليون وبحضور أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري
الهيئة الإدارية لنادي الحرية الرياضي صيدا بإطار جولة على الفعاليات الصيدوية بعد إحراز النادي لبطولة لبنان للدرجة الثانية بكرة الصالات وصعوده إلى أندية الدرجة الممتازة. الحريري اعتبرت أنه هالإنجاز الرياضي هو مدعاة فخر لكل مدينة صيدا وقالت نعتز بأنه المدينة أصبح لديها فريق بمصاف أندية الدرجة الأولى بكرة الصالات ونهنئ نادي الحرية والقيمين عليه كما إدارته وجهازه الفني على هالإنجاز وبنتمنى لهم المزيد من التألق والبطولات بالدرجة الأولى. محليا كمان أحرز لبنان ميداليتين فضيتين ببطولة كأس العالم للماسترز يلي أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو عبر الربعين اللبنانيين وجيه البني وصاحب كأس العالم بالموسم الماضي خضر منير عليوان يلي خسر الذهبية بفارق الوزن حيث أنه جمع مع الرباع الياباني 240 كيلو وشارك خضر عليوان عن فئة 40 سنة ووزن 70 كيلوغرام. واليوم عاد عليوان إلى بيروت عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكان باستقباله الأهل والمحبين وكان خضر عليوان قريب جدا من تحقيق الذهب ولكن الخسارة كانت بمجموع الوزن مع صاحب الأرض اللاعب الياباني. أوروبيا وصل ريال مدريد انتصاراته المتتالية وانتزع المركز الثاني بفوزه الكبير على مضيفه وجاره خيتافي صاحب المركز الأخير 5-1 بالمرحلة 33 من الدوري الإسباني وسجل الفرنسي كريم بنزيما وإيسكو والويلزي جارث بيل والكولومبي خامس رودريغاز والبرتغالي كريستيانو رونالدو يلي أصبح معه 31 هدف وتصدر ترتيب الهدافين سجلوا أهداف ريال مدريد وباولو سربيا سجل هدف خيتافي وهالفوز هو السابع على التوالي لريال مدريد و23 لهم هالموسم فرفع رصيده إلى 75 نقطة وانتزع المركز الثاني بفارق نقطتين أمام جارو اللدود أتلتيكو مدريد يلي بيستضيف غرناطة الأحد بختام المرحلة وبفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب يلي بيستضيف فالنسيا بكرة الأحد. هذا كان كل شيء بالرياضة لهلأ منتابع ما تبقى من النشرة مع محمد زينب. شكرا لك صبحي تكرم. قتل 18 شخصا في زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر هو الثاني الذي يضرب جنوب غرب اليابان منذ الخميس الفائت وشكلت السلطات اليابانية خلية أزمة كما أعلنت حال الكارثة الطبيعية فيما لا يزال المئات عالقين تحت الأنقاض. زلزالان وأكثر من 100 هزة ارتدادية ضربت جنوب غربي اليابان منذ الخميس الفائت. الزلزال الأعنف كان ليلة الجمعة السبت حيث تخطت قوته 7 درجات وتركز في جزيرة كيوشو التي تبعد نحو 900 كيلومتر عن طوكيو. وقرب جزيرة كيوشو سجل ثوران طفيف في بركان أسو من دون أن تربط السلطات اليابانية بين ثورانه وتزامنه مع الزلزال. عشرات القتلى والجرحى وعشرات آلاف المشردين ومئات المحاصرين تحت الأنقاض هذه هي الخسائر البشرية التي خلفتها سلسلة الزلازل والهزات الارتدادية إضافة إلى انهيار عدد من المباني ومستشفى في مدينة كوماموتو وحصول انزلاقات للتربة تسببت بقطع طرق رئيسة وعزل سكان منطقة جبلية في كيوشو عن العالم الخارجي. وشكلت السلطات اليابانية خلية أزمة كما أعلنت حال الكارثة الطبيعية وأرسلت تعزيزات إلى المنطقة المنكوبة ليرتفع عديد القوات هناك إلى 20,000 عنصر في وقت حذر رئيس الحكومة شينزو أبي من أن الأحوال الجوية يمكن أن تسوء وينتظر هطول أمطار وهبوب رياح ما سيفاقم المأساة. وإلى صفحة الأحوال الجوية مع كارين خراط.